ما جرى اليوم ولد مخاوف من أن ما يجري قد يكون مسوغا لإلغاء خليجي 25 في البصرة. ليست الحادثة الأولى، في بداية العام كان هناك رفض إماراتي باللعب على أرض البصرة، واليوم رفض كوستاريكي. كم ستؤثر كل هذه على عملية رفع الحظر عن العراق؟ شوف أخي العزيز، هو شوف إذا أرادوا الأخوة في الخليج، أنا أسميهم أخوة يوسف من زمان، اللعب في العراق وإقامة بطولة كأس الخليج سوف تقام، لكن هناك من لا يريدها. هم أقيمت في اليمن، واليمن كانت في ظل أو في خضم حرب حقيقة شديدة، لذلك أقيمت في اليمن في زمنها. لذلك أنا أشوف أنه هذه الأمور تعود عليها الشارع العراقي الرياضي من خلال افتعال بعض المواضيع التي من شأنها أن تبعث حقيقة الرعب، وتبعث الأمور التي تفسر لدى الغرب ولدى الأخوة في الخارج إنها أمور غير طبيعية. لذلك أنا أرى أنه هذا ممكن، لكن تسألني كرياضي ويمكن كلامي كان واضح. نعم، بطولة الخليج إذا ما حدثت في العراق راح تكون هنالك نقلة نوعية، سواء كانت اقتصادية لمحافظة البصرة، فنية لمنتخباتنا الوطنية إذا ما كان الحاضرون بالصف الأول، سواء كانت المنتخبات العربية السعودية وغيرها. وهذا أمر غير وارد، لأنهم راح يجون بالصف الثاني، وهذا متيقن منه بشكل كبير. لذلك أنا أرى أنه حتى إذا لم توفر هذه البطولة أو لم تقم في البصرة بذرائع عدة، شنو الضير؟ بلاها أصلا ما نريد مشاركة. إحنا في سابق نريد مباريات، والمباريات جاتنا على الجاهز. المكسيك جاتك مباريات على مستوى عالي، الإكوادور كنت تحلم بها أنت في السابق. هم أرادوا المباراة من أجل أن يتأقلموا مع ما يأتيهم في بطولة كأس العالم. لذلك إذا أردت أن تنتهج أسلوبا مميزا وتضع عينا على العالمية، يجب أن تنفي كل مبارياتك مع القريب أو الشريك المحيط بك. لذلك إذا ما حدث ولا سامح الله ما يحبس عقباه بعدم الموافقة على إجراء مباريات بطولة كأس الخليج، بالتأكيد راح يكون خصام. أنا أتمنى أن يكون خصام أبدي للرياضة العراقية مع الرياضة الخليجية.